برعاية سعادة الشيخ خالد بن حمد الثاني رئيس نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية، انطلقت منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العربي للدراج ريس أريبيان دراج ريسينج ليج، وذلك على حلبة النادي بالمنطقة الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة عدد من المتسابقين الذين قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج العربي كالبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى قطر. طبعا بدأت الجولة بالتجارب التأهيلية، والتجارب كما هو معلوم تتم على ثلاثة مراحل ليوم الخميس ومرحلة واحدة يوم الجمعة قبل السباق، بتجارب فئة الستريت بايك، والمشاهد منها خالد الدوسري بالمركز الأول، بدر بن عيدان ثانيا، مسفر المسفر ثالثا، خالد الفوزان رابعا، طلال شرشاني خامسا، وفهد السند بالمركز السادس، أحمد الحميدان سابعا، ووليد البديل بالمركز الثامن وهو آخر المتأهلين. طبعا 14 دراجة شاركوا في هذه الفئة، والمتأهلين كما جرت العادة في هذه البطولة 8 فقط إلى السباق النهائي. في فئة سوبر ستريت بايك المركز الأول كان من نصيب محمد البداح، المركز الثاني مشاري التركي، صقر الخلف ثالثا، كاظم عبدالله بالمركز الرابع، وفهد الحمود بالمركز الخامس، محمد المهندي بالمركز السادس، حتان العبادي بالمركز السابع، ويعقوب العلي بالمركز الثامن والأخير. وطبعا أحمد بن بلال لم يتمكن من التأهل عن هذه الفئة. في فئة البرو اكستريم موتور سايكل، تيري شويغرت حل بالمركز الأول، مشعل الصبر ثانيا، مات سميث ثالثا، ومحمد الدرويش رابعا، محمد براشد بالمركز الخامس، وروب هانيكوت بالمركز السادس، تيتي جونز بالمركز السابع، وأحمد مخيلان بالمركز الثامن وهو آخر المتأهلين. طبعا نواف الدوسري ومحمد ياقوت لم يتمكنا من التأهل عن هذه الفئة. في فئة أوتلو 6 سلندر، سعد المران بالمركز الأول، محمد حاجي بالمركز الثاني، خليل الأنصاري ثالثا، وفهد الرئيسي رابعا، فيصل النقبي بالمركز الخامس، وخمس سيارات فقط شاركت في هذه الفئة. ننتقل لفئة أوتلو 8 سيلندر، 16 سيارة شاركوا في هذه الفئة، تأهل إلى السباق 8 هم: عبدالله الشرطي أولا، علي المري ثانيا، عبد العزيز إسماعيل ثالثا، حسين داتشاه بالمركز الرابع، وعلي فيلكاوي خامسا، طلال بن عيدان بالمركز السادس، ومحمد دشتي بالمركز السابع، وعبد الله الأحمد بالمركز الثامن والأخير. ننتقل لفئة أوتلو 10.5، مايك هيل حل بالمركز الأول، روبن أرياتا ثانيا، سلطان الزعابي ثالثا، وصلاح صلاح الدين بالمركز الرابع، ترك الحميدي بالمركز الخامس، وحسين الشمري بالمركز السادس، وسعود الزبن بالمركز السابع، وسبعة سيارات مشاركة في هذه الفئة. أما بالانتقال إلى فئة إكستريم 10.5، دان ميلين بالمركز الأول، فرانكي تايلر ثانيا، ديفيد هانس بالمركز الثالث، وسكوت كريستوفر رابعا، دونالد ثومبسون خامسا، بريان بريت سادسا، وتايلر ميلر بالمركز السابع، وأيضا سبع سيارات مشاركة في هذه الفئة.
طبعا كما ذكرنا التجارب تستأنف يوم الجمعة بجولة واحدة. نذكر أيضا بنتائج العنابي دراغستر، عبد الرحمن النعيمي أولا، عبد الله البسام ثانيا، محمد سلامة ثالثا، جميل رابعا، وعبد الله بن حمد الثاني بالمركز الخامس، وخالد البلوشي بالمركز السادس وآخر المتأهلين. أما في فئة 4.5 إندكس كلاس، أحمد بن عمير أولا، هشام الملا ثانيا، سعد المران ثالثا، جمال الجابر بالمركز الرابع، وقاسم محمد العجمي خامسا، محمد جمعة سادسا، وبدر خورشيد بالمركز السابع. أما في فئة توب سبورتمان، سلطان عكية أولا، مصطفى أتات ثانيا، سعود الشافي بالمركز الثالث، وتشاد مورغان بالمركز الرابع. وبالانتقال إلى الفئات القوية، فئة البرو نايتروس، والمشاهد الظاهرة أمامنا على الشاشة من التجارب خلال الفترة الأخيرة التي أقيمت ظهر الجمعة، خالد البلوشي حل بالمركز الأول، مهنا النعيمي ثانيا، خالد محمد بالمركز الثالث، وإيسيا سوخص بالمركز الرابع، بورتون أوكسير خامسا، شانون جينكينز بالمركز السادس، وإدوارد ويلسون سابعا، وعلي الكعبي بالمركز الثامن. الفئة الأقوى وهي فئة البرو إكستريم، مات سميث حل بالمركز الأول، علي أريان ثانيا، فون سميث بالمركز الثالث، أليكس هاسلر رابعا، وفرانكي تايلر بالمركز الخامس، جي آر هود سادسا، وكورتي كريترو بالمركز السابع، مايك ستاويكي آخر المتأهلين بالمركز الثامن. ولم يتمكن كل من جوشوا هيرنانز وبدر أهلي وإلياس فيال من التأهل إلى السباق في هذه الجولة، الجولة السادسة من الدوري العربي للدراج ريس.